بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. كنا نتحدث بالأمس عن الغيبة وأنها من المعاصي الكبيرة التي تتصل بحقوق الآخرين، والتي قد تفوق المعاصي الكبيرة الأخرى كالزنا، لأن الزاني إذا تاب فإن الله يتوب عليه، أما المغتاب الذي يمارس الغيبة فقد ورد أن الله لا يغفر له حتى يغفر له من اغتابه، لأن المسألة تتصل بحقوق الناس، وكل ما يتصل بحقوق الناس فإن الله يريد للإنسان أن يعمل على أن يرد للناس حقوقهم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ضرورة أن يعمل الإنسان على أن يتسامح ممن اغتابه ليرضى الله عنه في ذلك، ولكن ربما يحدث في بعض الحالات أن لا يستطيع الإنسان الأخذ السماح أو براءة الذمة من الشخص الذي اغتابه، إما لأن هذا الشخص قد مات وودع هذه الحياة الدنيا، وإما لأنه غائب لا يملك الوصول إليه، وإما لأن الحديث معه حول الغيبة قد يصنع مشكلة جديدة وقد يؤدي إلى فتنة من ذلك، أو ربما يكون هذا الإنسان صاحب الغيبة يواجه حرجا شديدا فوق العادة عندما يريد أن يعترف لهذا الإنسان بأنه اغتابه وأنه يطلب منه السماح. في هذه الحالة علمنا الله سبحانه وتعالى أن نرفع الأمر إليه لنطلب منه أن يتدخل في الموضوع بأن يعطي هذا الإنسان من ألطافه ومن حسناته ما يرضيه، وهذا ما جاء في دعاء يوم الاثنين: اللهم وأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي عندي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله أو ولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا موجود، حيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه. يعني إمكاناتي ما تسمح بأن أرد له حقه، سواء كان حقا ماليا أو معنويا، والتحلل منه أن أطلب أن يحللني من ذلك. وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات، حاجاتنا وحاجات المخلوقين، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته،
أن تصلي على محمد وآله وأن ترضيه عني بما شئت. قال يرضي. من الطبيعي أنه الله الذي يتدخل مع أي شخص صاحب حق ويريد أن يعطيه في مقابل حقه، بيوم القيامة ما في حدا يتعقد من حد أحد، مثل بعض الناس بالدنيا هلا يمكن واحد نعطيه فلوس نعطيه كذا يقول أبدا ما بقبل أنا، في عنده عقدة، بس الآخرة كل الناس تريد رضا الله سبحانه وتعالى. بالدنيا يمكن بعض الناس يريدوا رضا الله، بعض الناس رضا الله ما بيبث عندهم شيء، بس بالآخرة الجميع يريدون رضا الله. فإذا الله تدخل بأن يعطي هذا الإنسان من الحسنات ومن يعطي هذا الإنسان من ألطافه ما يعوضه من عن حقه أضعافا مضاعفة، فلا بد أن يقبل هذا الإنسان. فإذا احنا نتدخل نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتدخل فيه. وهناك عدة أحاديث وعدة أدعية تضمن هذا المعنى. فالإنسان يلجأ إلى الله، فأول شيء الإنسان يحاول أن يسترضيه، فإذا ما أمكن أن يسترضيه في أيضا حديث يقول كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته، يعني تطلب تدعو الله إلى بالغفران، وأن أيضا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من الأجر ما هو أكثر مما يريد أن يبلغه من الحالة النفسية أو ما إلى ذلك. ربما بعض الناس، وينبغي للإنسان إذا جاءه من أساء إليه ينبغي له أن يعفو عنه. إذا جاء طالبا لك العفو، عندنا من أقال عثرة إنسان أقال الله عثرته يوم القيامة. واحد يقول لك أنا غلطت أسأت إليك وأنا خلاص نادم على هذا الموضوع، فعليك أنت أن تعفو عنه ليكون عفوك عنه فيما لك عليه من حق وسيلة من وسائلك التي تطلب فيها من الله أن يعفو عنك أنت. وهذا اللي تعلم من دعاء إمام زين العابدين سلام الله عليه على ما رواه أبو حمزة الثمالي: اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. أنت الآن ما بصير نحن أكرم من عندك، أنت تطلب من عندنا أن نعفو عمن ظلمنا وأساء إلينا وآذانا واغتابنا ونحن استجبنا لذلك فعفونا عنه، وإحنا لنا مشكلة معك أو إلك مشكلة معنا، مش إلك مشكلة مع الله، ما حدا له مشكلة مع الله، لك أشياء كثيرة بالنسبة إلنا، فنطلب منك أن تعفو عنا، فما ممكن على أنك لا تستجيب لذلك، لأنك لا يمكن أن تكون أكرم من عندنا في هذا الموضوع. أما إذا أنت جاك واحد يسامح منك وقلت له خلص أنا مش ممكن أسامحك، بأي عين بكرة تطلب من الله أن يسامحك أنت؟ ما عندك بس. الله يقول لك أنا طلبت منك أن تسامح عبدي الذي أساء إليك عندما أراد منك أن تسامحه ورفضت، فبأي عين أنت تطلب مني عن هذا؟ يقيناً مهما كان ذنب العباد معك أهون من ذنبك معي، لكن إذا فرضنا أنت استجبت لله سبحانه وتعالى فإن الله يعطيك أجر ذلك مضاعفاً ويعفو عنك في مقابل أنك عفوت عنه. والله هو وأن تعفو أقرب التقوى. لك حق، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لك حق، لكن وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لمحبة الله سبحانه وتعالى ولرعاية الله. الإنسان يعني لابد، هاي تعلمنا يعني هالأشياء على أن نكون إنسانيين. ما يكون الإنسان في كثير من الحالات الإنسانية الفطرية، إذا جاءك إنسان نادم صحيح أذاك
أساء إليك، ارتابك، لكن جاء إليك وهو يحمل في قلبه الندامة على ما فعل، أهرق ماء وجهه قدامك. ليس من الإنسانية أن ترفضه، بل إن الإنسانية تفرض عليك إذا تحسست معانيها في نفسك، تفرض عليك أن تستجيب له في طلبه هذا. وهذا أمر لا بد لنا أن نفكر فيه. بعض الناس يتوهمون توهم، قل لك إحنا ما لازم نسامح حدا، حتى بيوم القيامة نسامح بيوم القيامة. من ذاك الوقت إحنا عندنا حاجات عند الله سبحانه وتعالى فنسامح. هذا وهم. سامح أنت الآن، الله يسامحك يوم القيامة. يعني مش القضية قضية من القضايا التي تختلف حسب اختلاف الموقع أو حسب اختلاف الزمن. عندما تكون عندك روح العفو وروح التسامح للآخرين، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك في الدنيا والآخرة، لأن الله لا ينظر إلى وجوهكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. يعني حسابات الله معنا مش ليست حسابات الشكل، بل هي حسابات العمق. الله يطلع على قلبك ويرى كيف ينبض قلبك، يطلع على عقلك وينظر كيف يتحرك عقلك، ينظر إلى خلفياتك في كل الدوافع اللي تمشي عليها. لهذا احنا لابد لنا أيها الأحبة، لابد لنا من أن ننظف عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا حتى يطلع الله علينا فيرى أننا أخلصنا له في أن جعلنا قلبنا، جعلناه ساحة لله، وجعلنا عقلنا موقعا من مواقع الحق في رضا الله سبحانه وتعالى، فيرضى الله عنا بذلك. لهذا لاحظوا بالآية القرآنية يوم لا ينفع على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ركز على القلب، قلب السليم، سليم عن الحقد، عن البغضاء، عن كل المعاني، عن الأنانية، عن كل المعاني السيئة اللي تجعل الإنسان يتخذ ذاته صنما يعبده من دون الله. بعضنا يمكن احنا ما نعبد الله، نعبد أنفسنا. في بعضنا يعبد غيره، في بعضنا لا يعبد نفسه، خلاص نفسه عنده هي فوق كل شيء. الله بيريد هيك؟ لا، أنا ما بتحمل هالشيء، لا يمكن أسامح فلان، لا يمكن. الله جاي يقول لك أنت سامح. ألا تحبون أن يغفر الله، فاعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا، خلص هذا الشيء ما بينحمل. ليش ما بينحمل؟ إذا أنت معصيتك مع الله سبحانه وتعالى تنحمل، ليش تعتبر أنه الله لازم يعفو عنك وأنت ما تعفو عن غيرك؟ لهذا مسألة أن يعفو الإنسان عن من أساء إليه هي جزء من العمق الإنساني الذي يريد الله للإنسان أن يربي نفسه عليه. ما تكون حساباتنا حسابات مادية، ما تكون حساباتنا حسابات تنفيس عن عقدة، تنفيس عن غيظ، تكون حساباتنا حسابات تركيز في طريق الله سبحانه وتعالى. الإمام علي سلام الله عليه يقول لابن عباس فيما روي عنه: فلا يكن أفضل ما نلت في دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ. لا يكون كل طموحاتك في الحياة أن تحقق لنفسك لذتها وأن تشفي لنفسك غيظها. خلاص تقول وأنا خلاص
ستشتميت وسبيت وضربت وعملت وكذا فشيت خلقي ارتاح. شو يعني فشيت خلقي؟ ارتحت لحظة لحظات. شو حصلت بإيدك؟ مجرد إحساس يأتي ويذهب. لكن إذا عفوت، إذا حبست غيظك وكظمت غيظك، الله جعل من صفات المتقين الذين أعد الله الجنة لهم مين؟ والكاظمين الغيظ. بدك الجنة؟ الجنة مش الجنة يحتاج لها صفات معينة، مش هيك الجنة؟ واحد الحاقد فعلا بيدخل الجنة، الحاقد اللي قلبه هيك أسود ما بيدخل الجنة، يعني ما يتناسب مع جو الجنة. الله يقول عن الجنة أن ونزعنا ما في صدورهم من غل من حقد إخوانا على سرر متقابلين. اللي بده يدخل الجنة بده يدخل الجنة نظيف، بعقل نظيف وقلب نظيف وجسد نظيف وحياة نظيفة. هذه يكون رتب حالنا إحنا، يعني يكون نعمل مثل بعض الناس يقول لك لازم نعمل دورة تدريبية أن نعيش بالدنيا كما نريد أن نعيش في الآخرة. نتعود على المحبة، نتعود على التواد، نتعود على التسامح، نتعود على العفو، على رفض الحقد البغضاء، حتى نوصل للجنة ما نعملنا مشكلة وإلا خلصنا. هلا معودين على الحرتقات والنكرزات، هون هذا بيحكي على هذا وهذا بيرتاب على هذا، وبكرة بالجنة نوصل جو لطيف وهادئ وكذا. وإذا تبدي أنت بدك تحرتق وتنكرز تخرب الجنة. الله ما بيصير يخرب جنته على حسابك، لا، يعني طريق اللطافة أحكيها. فلا بد للإنسان أنه هذا. والله فجعل الجنة أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين كذا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثلاثة: اكظم غيظك، لا تفجره، اعف عمن أساء إليك، أحسن إلى من أساء إليك. ثلاثة. هذا ينقل أن إحدى الإماء التي كانت موجودة في بيت الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت تصب على يديه الماء، ويمكن البريق الظاهر بريق نحاس، فكانت ما ركزت نظرها في عملها، فهي ماسكة البريق وعم تطلع من هون وهون، فطبعا صار عندها استرخاء بإيدها، وقع الإبريق على جبهة الإمام فشجها فسال الدم. هذه ذكية، تعرف أخلاق الإمام زين العابدين. قالت له: والكاظمين الغيظ، على حسب الرواية. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هناك قصة ثانية للإمام زين العابدين سلام الله عليه. كان جالسا بين أصحابه، ومر عليه بعض أبناء عمه ممن يحسده ويتكلم عليه، قال من كل العيال الموجودة هذه. فوقف ووجه للإمام كلاما شديدا قاسيا أمام الناس، ثم ذهب. الإمام ما رد. ثم بعد ذلك الإمام قال: قوموا بنا إلى فلان، يعني كأنه لنصفي حساباتنا معه. جماعة استعدوا يعملوا له قتلة أو شيء، طبعا هذا أساء الإمام، هم لولا سكوت الإمام لكانوا ضربوه بنفس الوقت. يقول الراوي:
كان الإمام يتقدمنا ونحن وراءه، فرأينا سمعناه يقرأ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلمنا أنه لا يريد به إلا خيرا. طرق الباب على الرجل فخرج متوثبا للشر، شاف لك الإمام جاي يدخل معركة معه، فالإمام أومى إليه على رسله بس كلمتين بحكيها معك ورايح عنك. قال له حسب ما تقول الرواية: إنك قلت في كلاما سيئا، فإن كان ما قلته في فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلته ليس في فأسأل الله أن يغفر لك. عند ذلك الرجل فوجئ، عرف الإمام يتكلم من موقع قوة، لو أشار إلى هؤلاء أن يضربوه ويقتلوه لقتلوه أو ضربوه. فقال له: لا، أنا أخطأت بحقك وما قلته ليس فيك، وأسأل الله أن يغفر لي. في قضية صارت أيضا مع الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان هناك شخص يبغض الإمام بغضا شديدا في المدينة، بحيث دائما كان ينقل إلى الإمام الكلام عليه من قبل هذا الرجل بشكل لا يحتمل، بحيث وصل الحد بأصحاب الإمام أن يستأذنوا للإمام من شدة يعني إساءته للإمام، قالوا: مرنا نقتله. الإمام سلام الله عليه عنده خطة، رتب خطة، سأل عن الرجل، قيل له إنه في بستان الله، ذهب وهو يركب دابته، دخل على البستان، هذا من شدة حقده على الإمام، قال: إني إنك تتلف زرعي، أنا ما أذن إليك. الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا يأذن، هو الولي، مثل ما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الإمام أيضا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: اللهم بلى. قال: من كنت مولاه فعلي المولى، يعني من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى. وبقية الأئمة أيضا نفس الشيء. دخل إلى أن وصل إليه، قال له: كم تؤمل في زرعك؟ قال: لا أعلم. قال له: لم أقل لك كم ينتج زرعك، أنت أملك قديش كم؟ فقال له: مثلا 200 دينار. فأخرج الإمام صرة حضرها من الأساس، قال له: هذه 200 دينار وزرعك على حالي. ثم بدأ الإمام يحدثه ويلاطفه إلى أن هذا الرجل خرج بعد ذلك يودع الإمام بأفضل ما يكون من وداع ومحبة. الإمام ذهب إلى المسجد وهذا الرجل ذهب إلى المسجد، إلو جماعة. عندما دخل الإمام المسجد وقف، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. جماعة قالوا له: شوف يفهم وين حكي؟ قال: هذا هو اللي تشوفون عندي، هو الموقف. الإمام التفت لأصحابه قال لهم: أي أسلوب أحسن، أسلوبكم تقتلوه أو أسلوبي أنا؟ باعتبار ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لذلك الإنسان لازم يتحرك في حياته، ما يتحرك من موقع العقدة الشخصية. العقد نفسية تنطلق من حالات طارئة، تنطلق من إرث تاريخي، واحد تعقد من شخص لأن أبوه كان إلى خلاف مع أبوه، أو عيلته إلى خلاف مع عيلته مثلا، أو بعض الأمور. هذا الإنسان، الحياة هي فرصة لأن يؤكد حركته بعين الله، ليراه الله سبحانه وتعالى
وهو يريد رضاه ويريد محبته. أكد أن الله سبحانه وتعالى يحبنا أكثر إذا عفونا أكثر وإذا سامحنا أكثر. الآن لو فرضنا واحد قال لنا أنكم إذا أنتم عفوتوا عن فلان فسوف يبلغ ذلك الرئيس الفلاني، أي رئيس، وستحصلون منه على خير كبير، في واحد يتوقف؟ ما يحتاج يبعث، هو يجي عندك الرئيس يبعث لك زلمته، صح أو لا؟ ماشي عندنا هذه، أنا دائما بمثلها. واحد يقول لك فلان والله، قل له إيه والله خلص على حساب لحية فلان، وإن كان ما عنده لحية، أو على حساب شارب فلان، على حساب راس فلان، لكن على حساب الله بيفتح الله بالمية. قديش لما الواحد يقولنا على حساب الله سامح، على حساب الله اعفو على حقكم بالمية، كم الذي يقول نعم؟ صعب نلاقي بالمية، اثنين ثلاثة صعب، لكن على حساب فلان وفلان وفلان وفلان، هذا مما يدلنا، هذا خطير جدا، يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى أهون علينا من أي إنسان آخر. نتيجة هيك، ما نعترف بها إحنا، لكن نتيجة هيك، لأننا نقبل وساطة العبد ولا نقبل وساطة الله، نقبل شفاعة العبد ولا نقبل شفاعة الله. ولذلك هذه يكون نحتاج أن نركز عليه. لذلك الله لما يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، فاعفوا واصفحوا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله يبين، ترى هي صعبة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ ما بلغ من العظمة بهذا الخلق الواسع الذي لا يخفق قلبه فيه إلا من بمحبة الناس، كان يضربونه يسبونه يشتمونه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالإمام علي سلام الله عليه في رسالته لابن عباس يقول فلا يكن أفضل فيما نلت في دنياك بلوغ لذة وشفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل وإحياء حق. فليكن سرورك فيما قدمت من عمل صالح، وأسفك فيما خلفت من فرص، وهمك فيما بعد الموت. هذه يعني أنا لما نريد نحسب حساب الربح والخسارة، ليس من الضروري أن تكون حسابات الربح والخسارة في الدنيا، بل لابد ندخل حسابات هاي تنفعك هاي تضرك، خلينا نعتبرها أيضا عند الله، هاي تنفعنا أو تضرنا. هذه هل لازم نعيشها أيها الأحبة؟ لذلك لابد لنا إذا أراد الآخرون منا أن نسامحهم على ما أساءوا به إلينا، علينا أن نبادر إلى مسامحتهم قربة إلى الله. واحد يقول له أنت فلان ما يستاهل، صح، لكن الله بيستاهل. أنا بعمل مش على سواد عيون فلان، على حساب الله سبحانه وتعالى. في كلمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في وصيته لولده يا بني افعل الخير مع أهله ومع غير أهله، فإن لم يكن من أهله فأنت من أهله، كن أنت إنسان طيب، رفضه ما يستاهل، لكن أنت طيب. من اطلب من الله فإن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني القبيل. فلا بد
في بعض الأحاديث يقول الإمام الباقر سلام الله عليه ما يروى عنه يقول إن شتمك شخص عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر منك فاقبل عذره. أمامنا التحفظ واحد ورد في رسالة الحقوق المنسوبة للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول وأما حق من ساءك أساء إليك فأن تعفو عنه، فإن رأيت أن العفو عنه يضره انتصرت لنفسك. يعني إذا شفت أن هالإنسان إذا سامحنا اليوم راح يغلط بكرة، واليوم مثلا غلط معنا يمكن يغلط مع واحد ما يصبر عليه فقد يقتل، قد يسجن، قد يعمل أي شيء. في هالحال يمكن رفض المسامحة والأخذ بالحق يكون مصلحة، مش من جهتك أنت، جهة عقدتك النفسية، لا، من جهة نفس الشخص أنت حفاظا عليه. يعني تعاقبه كيف الطفل بعض الحالات أنت تعاقبه يوضع إيده حد النار الكذا حتى مرة ثانية هو ما يضر حاله من قبيل بعض الناس. هالحال نعم ما تسوى الدنيا أنه واحد يحمل بها حقد على أحد، ما تسوى يأخذ هذا. هلا هالناس بالله روحوا للمقبرة ممن تعرفون وممن لا تعرفون، هذا إشكال في مشاكل، هذا بيسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا بيحمل على ذاك، ويقول فلان ما ينحمل وذاك يقول القضية هاي ما ممكن على أنه وين صار هو وهذا، قاعدين حد بعضهم نايمين حد بعضهم، لا أحد بيعرف الحالة، كل واحد مشغول نفسه، بكرة يوم القيامة كل واحد مشغول بنفسه. كله وهم ترى، إحنا في كثير من الأشياء نكبرها لأن أوهامنا كبيرة، وإلا هي واقعها صغير، واقعها صغير، شو هي إحساس، قضية أنك تبغض أو ما تبغض، تغتاظ أو ما تغتاظ، مجرد إحساس مثل الأحاسيس تسري بالهواء تروح. واحد حكي راح بالهواء. إذا أنت مريح لو الدنيا كلها حكت عليك ما لها قيمة، ومش مريح لو الدنيا كلها مدحتك هم ما لها قيمة. الإمام الكاظم سلام الله عليه عنده كلمة تروى عنه لهشام الحكم، يقول يا هشام لو كان في يدك جوزة وأنت تعلم أنها جوزة وقال الناس إنها لؤلؤة ما نفعك. آخر الأمر لما تحتاج فلوس الناس تعطيك فيها ثمن جوزة. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال وأنت تعلم أنها لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك، لما تحتاج تروح تأخذها لبيع المجوهرات يعطيك ثمنها الحقيقي. هذا لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. ثم في شيء إلهي ترى، لا تتصور الناس كلها تقدر تنزل شخص أو ترفع شخص أبدا. الله بيقوله للنبي أعظم من أعظم النبي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يا مقلب القلوب اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إمام زين العابدين في دعاء إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. لهذا كثير أوهام نعيشها، والله فلان أنا إذا صار من جماعتي أنا راح يرفعني للسماء، وإذا فلان راح عني راح ينزلنا، ما حدا ينزل حدا ولا حدا، كلنا قلوبنا بيد الله يوجهها كيف يشاء. لهذا خلينا نعمل صداقة مع الله سبحانه وتعالى، صداقة. إبراهيم نجح واتخذ الله إبراهيم خليلا، عمل صداقة مع الله أخلص لله، فلنجرب أن نخلص لله، أن تكون حاول شيطان يوقف الطريق، لكن نحاول مهما أمكن بأن تكون أعمالنا لله. وإذا استطعنا نوصل لها المرتبة فهي مرتبة عظيمة تجعل الإنسان في أقرب المواقع عند الله. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله.